رياض. تعال 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 تعال. قرارات حاسمة من صاحب المطعم الجديد بخيت بن حليمة وشركائه محمد السريعي بالحصانة بنسبة 20% وشريكه عبد الله خماش عطاني بن حليمة 90% وبالمهاترات والأخذ والعطاء وحب الخشوم نزلناها إلى 20%. صار في قرارات جديدة وحابين تسمعون القرارات الجديدة اللي إن شاء الله إنها في مصلحة أخوانكم ومصلحة الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمالك والشريك عبد الله الخماش. شكرا للمالك الأساسي والرئيسي هناك يا شباب. لازم 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 لا لا ما في زبون. الزبون مو بالحين. شكرا لمالك المطعم بخيت بن حليمة. نسأل الله العلي العظيم له الشفاء العاجل. الله يعطيه الصحة والعافية. أخواني المتسابقين، نظرا لما تمر به هذه القرية من مرحلة والعاصفة الاقتصادية التي عمت الجميع وعمت المالك وعمت الشريك وعمت صاحب الحصانة، الأمور الاقتصادية في انحدار للأسف. وأتوقع ما في أحد يرضى على أي مالك بالخسارة، نظرا بعد الاجتماع ليلة البارحة. اجتماع مغلق. كلامك يخوف يا محمد، وأنا حاس يعني من نظرات الشباب نظراتهم أنها قاعدة تخوف، بس أنا بطمنهم إن كل شيء تم أخذه رئيس الجديد بخيت وكلني أنا وياه وحنكا ماخذين النسب، نسعى إلى الفائدة لكم ولنا. فالاقتصاد مثل ما قال محمد، نسبه كم محمد الاقتصاد طايح في القناة؟ نازل بنسبه كبيره، ممكن احمر احمر في يومين يا عيال. نعم. ايش كنت اقول انا؟ كنت تقول نظرا نظرا كثرت غيرها. هو انا وانت ما حفظنا. عموما يا شباب ليس هناك مجال للفكاهه يا شباب. بكل اسى وحزن ارجو الانصات، بكل اسى وحزن، بكل مصداقيه، بكل مصلحة الجميع، تم رفع أسعار المطعم اللي كان بعشرين صار باربعين، واللي كان بخمسة وعشرين صار بستين. قولوا لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي. الحبة النص حبة صارت باربعين. السلطة بخمسة ريال. الطحينية بخمسة ريال. المشروب كذلك بخمسة ريال. الحاشي بستين. النفر بستين. المشروب ذا فساعدنا ما زيد على وقف يا صالح شوي. كل ليله صل على النبي يا صالح. ما زيد على كلام السريعي كلام، لكن يا طويل العمر والسلامه اقتصاد طايح. اذا ما خذينا هذا القرار وتجرأنا فيه بخيت يخسر، كلنا نخسر، صالح حصان يخسر. دقيقه يا اخوان، رئيس البلديه عنده كلمه. بارك الله فيكم. تفضل. ما يصير رئيس البلديه، انا من يوم ساكت قاعد انطرهم يخلصون يا اخي. من يستوي رئيس بلديه؟ انت براي ان شاء الله. ما لي صلاحيه. ها بكرة إن شاء الله نشكركم على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي مصلحتها تصب في مصلحة القرية ورفع اقتصاد القرية. حلو. النقطة الثانية الحزم والشدة. صحيح. الثواب والعقاب. غدا غدا بإذن الله سوف يتم عمل جولة تفقدية بنية سيئة. أنتم تفهمون النية شيء، أنكم تأخذون ما لي شغل في قائمة الأسعار. تحطون 40-60. ردا على التجاوزات يا رئيس البلدية ومالك المخبز، أنا لن أدخل شراكة، ولكن تأكد أن من صلاحياتي رفع سعر المخبز. سيتم رفع سعر المخبز دبل. أنت الكلام هذا دام هذه صلاحيات الشركة. أنت الكلام لا نعترض على تم رفع سعر. تعال تعال يوسف تعال. تم رفع سعر المخبز دبل اسعار. اسمع 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 رفعت الاسعار عشان الاقتصاد مالكم طايح. ابشرك ان الاقتصاد طال عمرك بيطيح زياده ولا احد بياخذ من عندكم. توك ماخذ وبيبانكم سكروا. لا 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 ما تسكر. لا 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 بيبانكم سكروا. ما تسكر ما تسكر. اذا ما تبي تاكل لا تاكل. بيبانكم سكروا. يوسف يوسف صالح خلاص وصلت رسالتك. وصلت رسالتك. تفضل تفضل. اول ما بها الاقتصاد 60 زمان بيشتري من عندك. طلعوا الاقتصاد ونزول الاقتصاد ما يغير في اخوانكم السابقين. ان ارتفع الاقتصاد ما استفدنا منه شيء، ونزل الاقتصاد ما استفدنا منه شيء. احنا متسابقين في قريه. اذا انت رجال
ما ترفع الاسعار علينا عشان تكسب مننا وتخلينا قعودنا هنا. انا متاكد ما في احد من اخواني بيجيك ب 40 ولا تحطه ب 20 ما حد جايك. واحد اثنين، ما هو عشان عندك سلطه يا ابو علي على المخبز ترفع السعر، حتى لو رفعت سعر المخبز بنروح طال عمرك وبنجي المخبز وبنتفكر ايوه احنا مشارين وهم دارين الاداره انه كسبان وانت الخسران. انت الكلام شكرا لك، شكرا لك استاذ صالح. انت تعرف انا سمعت اسعار باسمي وباسم اخوياي. لازم توقف استاذ محمد. لا 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 انا تعبان مع نفسك باسمي. نعم تفضل يلا تعال معنا باسمي باسم اخوياي. دبل القزاز وفهمها كم سعر قلت؟ حط خشب، حط خشب، دبل القزاز ولا قول اصبر ولا قول اي محاولة سرقة. تعب يا ولد احنا ما نسرق، حلال ناخذ لا تقول سرقة. بعدين يا حبيبي حط بلوك، حط بلوك. حاضرين حط بلوك. الدجاج يا حبيبي صار على النبي، صار على النبي الدجاج. يا اخي خالد تكلم، عندي كلمة خويا. الاسعار على الشيء اللي بقوله لكم بعدين. تعال يا زميل خلنا نتكلم، ترى كنت في العصابة يا ابوي صرت معنا بعد انت على 60 40 صار الموضوع. خلا خلا اسمع مني، اسمع مني، اسمع مني. بعد الدجاج ب 40 تسولف معي شنو 40؟ نص الحبة، نص الحبة يا طوال عمر السلام. الحبة بكم؟ طيب الحبة بكم؟ نص 80 ريال. 80 ريال. سوي شو تعال يا غالي، شو شعر اخوان؟ تقول لي كم؟ انا مجرد شريك. شريك؟ طلع عندي يا ابو محمد. انا صاحب قرار. انا صاحب قرار. باسم الشباب نعطيك معلومه. حط بلوك يا ابو سعيد. حط 80 حط 90 حط 90 دلبل دلبل عنده كلام. قفل ادخل 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 يا شباب في توضيح معلش يا استاذ خلنا نسولف. خلوا عليك لو سمحت اوضح حاجه يا شباب. دخل معنا اوضح حاجه يا شباب. حط قدرتك على راسك. احنا حطها كذا يا صالح. كلام للجميع. بالله يصب صالح. احنا ترى مجرد ملاك لمده اسبوع. انضمينا بعد اسبوع. انت معنا؟ كيف ليبي يرفع يرفع؟ انا بكون مضطر اذا في ليه عشان تاخذ فلوس؟ لا انا دام الفرصه جتني، دام الفرصه جتني انا بالنسبه لي عشان تكون في الصوره انا ما راح ادخل اي ابراهيم. ما بستفيد من اي ابراهيم بفلوس. اي واحد يدخل ابراهيم. طيب دقيقه هي تجميع رصيد يا شباب. اي واحد يدخل ابراهيم بيحصل فلوس. يا اخي جمع 2000 ريال انا ما بدخل. وين مصدر الدخل؟ يا اخي جمع يا ادخل. انا بشرك انك ما اخي جمع يا انا ما عندي مصدر كذا ما بتحصل دخل. لازم اكسب الحصانة عشان تشتري اساسا من عندك. ما حد بيشتري. تعال 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 ابو علي سيدي سيدي دف دف تعال انت ما يفتل الحبه روح هناك تكلم معنا الكلام ولا بس كذا 80 ريال ما في اي تراجع. والحاشي استريح شوي. بيض الله وجهكم والله يغنيكم. اللي يبغى ياكل يجي واللي ما يبغى ياكل يصفق. شكرا هذا الكلام الصح. شكرا لعمر السيد على تظاهره. شكرا عمر السيد. هدي يا عاب انت قاطع، انت قاطع اصواتك. حلو حلوي اتفقنا على هذا الشيء. اربع بالشكل المعقول، اما 50% كذا 60 حاشي عسى ما انت ما تعاوننا. انت ما تعاوننا الحين بتعاوننا على شيء ثاني. انا تمنيت الكلام معكم لان نايف بن خالد ما شاركته اثناء الحصانه الاولى. تقدير الظروف هذه اتمنى انك تقدر الظروف الماديه وانك اسمع طال عمرك. ايش الظروف الماديه؟ هذا الكلام من غيرك. اطلع منها اطلع منها يا ابو علي اطلع منها. انا عشان تكون في الصوره. انت ما تدخل حصانه حبيبي. حصانه لازم حصانه رصيد. ايش تبغى برصيد؟ ايش تبغى؟ صح نسيت. يا شباب ايش تبغى؟ يفكر في الشيخه. يفكر في الشيخه. يفكر في الشيخ عبد العزيز. نعم ما طلعت في احد بيجيك. افكر في الاول. افكر في الثالث. تعال قاطع الصوت. تعال انا متسابق. اللي يبي ياكل انا اللي يبياك يا ابو قاطع. خلنا نسمع عبد العزيز. من حقكم روح روح ترفعون. والله ما يرفع. دبل بلوك. دبل خبات. راح اكل شوكه في حلقه. ابو علي من حقكم ترفعون المبلغ بالقانون. تاخذ حقك تحطون المبلغ اللي تبونه. لكن سلامات من حقنا. بروح انما بروح من حقك.
يمكن يتقبل المطعم. نعم بالحق كانت كذا. شكرا لانتباههم يا استاذ عبد العزيز. مسكت 40 الحبه ب 80 ريال. العشب بخمسه السلطات برضو بخمسه لا السلطات كلها مجموع السلطات بخمسه يستاهلون يستاهلون. يا ريت طبعا الموظف مشعل يا شباب وقف يا عاصي وقف يا فهري العامل يدغدغني انا بس ابغى اعيد عليكم اسعار عشان يكون عندكم معلومه بما انني انا اللي حددت الاسعار كان هذا سلام عليكم وين علي؟ تحصل يا عيال بيحصل بيحصل تدهور تدهور في حلالنا اكلمكم يا شباب ما بنجيكم ما ولا بناكل عندكم وكل اكلكم رز اكلمكم يا عيال انا قاعد ابين موقفنا دخل تدهور يا عيال خساره على خيط خساره على خماش خساره على السريع رواتب شراكه رواتب شراكه مش على الراتب 600 من فين اجيبه مشترى المطعم 300 المطاعم المطعم اسعاره مثل بتشوفونها بتوضح داخل نقطه النقطه الثانيه حتى اللي يبغى سفري السفري عليه لا سمعت ما اكل شيء قول على الله ممكن يقول شيء خماش اسمع يا راعي المطعم خماش ما اقول شيء انا ما اقول شيء لحظه لحظه بلاستيك في لحظه ما تكلم انا نسيت اني موظف بلديه يوم تذكرت اني موظف بلديه طلع معاهم الحق ان هذا حق الله صاحب المحل شريك فيه لك انا كلمه ما اقول شيء عنده حصانه بقول كلمتي عنده رواتب ما في لكم اي عذر خلي دجاجكم في القدر شلون تاكل؟ تقعد تسمع ما يلا يقول اتقي ايوه اتقي من الفقير اذا اغتنى اتقي من الفقير اذا اغتنى ليش قال اوكي اوكي مسجل اسمك سجل سجل اسمك سجل صقعه ب 60 ريال صقعه زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.